النيابة العامة أحدثت جناحا خاصا أو وحدة خاصة بمرافقها انطلاقا من قاعة مخصصة لاستقبال السيد المواطن المقيم بالخارج والجاليه المقيم بالخارج، وشباك يعني خاص لاستقبال الشكايات، وهذا الشباك فيه موظفين، موظف مكلف باستقبال الشكايات الجديدة وموظف آخر مكلف بتقديم مآل الشكايات للسادة المواطنين. من بعد ما كيجي المواطن كيوفد عندنا، إذا كان بيعرف مآل ديالو مباشرة كيتوجه الموظف المكلف بمعرفة المآل اللي كيمدو في حينه بمآل شكايته بعد البحث عنها في النظام التطبيقي. إذا كانت شكاية جديدة تيتم استقبال ديالو من طرف الموظف، تياخذ الشكاية ديالو. وكما كتعرفوا أنه عندنا نظام معلوماتي التطبيقي والنظام التطبيقي اللي كتسمى الابليكاسيون اللي هو كنعالجوا فيه هذه الشكايات، كيتم التسجيل ديالها في النظام التطبيقي، كيعطيها رقم طبيعة الحال والمعلومات اللي كيطلب منها التطبيق هو الاسم ديال المشتكي والعنوان ديالو ورقم الهاتف ديالو، اسم المشكى به وموضوع الشكايه والدائره القضائيه اللي كتخضع الشكايه مع مول خاص للشكايه. من بعد الموظف المخصص بهذه الشكايه كيفتحوا لها ملف وكيعطيوها مباشرة رئيس الوحدة والقاضي مكلف بدراسة الشكاية. ملي كيتم دراسة هذه الشكاية بطبيعة الحال كيتخذ فيها الإجراء المناسب، وديك الساعة كيتم مباشرة ربط اتصال بالنيابة العامة المختصة من أجل القيام بالإجراءات اللي حنا كنوجهوا لهذه النيابة العامة. وكيف ما كتلاحظوا بأنه مادام أنه كاين السرعة وكاين الآنية ديال الشكايات، حنا ما كنكتفيوش بتوجيه الشكايات عبر البريد أو الطرق العادية، وإنما كنسلكوا وسائل التواصل اللي هي الهاتف اللي عندنا ربط مباشر بالنيابات العامة على المستوى الوطني، وكاين كذلك استعمال فاكس بالإضافة لإشعار المتقاضي المرتفق عبر اس ام اس بانه الشكايه ديالو راه تلقيناها وانه راه غادي نقوم بالاجراءات اللازمه بخصوصها، او لكن نوجهو مباشره للنيابه العامه اجل استقبالي والقيام بالاجراءات اللازمه. انا من واحده من الجاليه المغربيه مقيم بالخارج، ويعني كانت عندي شي الموضوع شي الشغل هنايا في النيابه العامه، وما شاء الله الحمد لله يعني عمره ما حلمتها يعني الاستقبال اللي داروا بيا، ويعني السهولات والاداب ما شاء الله. والمهم الله يكثر خيرهم، يعني قاريين واعيين، يعني يستقبلوا بنادم اي بنادم اللي جا يستقبلوه واي مشكل اللي عندهم يحلوه. حنا خصنا 4 ديال الموظفين لهذا المكتب هذا. العمل اللي كيقوم به من بعد ما كيتم فتح الملف للشكايه والدراسه ديالها كتجي للساده الموظفين اللي كيقوموا حتى هما بمجموعه اجراءات في اطار معالجه الشكايات، لانه هما كيرجعوا لهم فضل في فتح الملفات وفي توجيه الكتب للساده وكلاء الملك والوكلاء العامون اجل معالجه الشكايات اللي كتقدم لهم. وكنشكرهم لانهم كيتفاعلوا مع الوحده بانجاز اجراءات بالسرعه اللازمه وبالعنايه اللازمه، وكذلك السار على النجاح استقبال المرتفقين وفق ما يقتضيه السرعه اللي كتطبع الشكايات ديالهم. الجاليه المقيم بالخارج يعني كنستغل هذا المنبر باش نوجه لها تحيه خاصه، وكنتمنى انهم يلقاو مقام سعيد في البلد ديالهم، وانهم يتفاعلوا مع جهاز النيابه العامه كذلك في الخدمات اللي تقدمها. وحنا راه الباب ديالنا مفتوح والصدر ديالنا مفتوح لاستماع الهموم ديالهم والشكايات ديالهم.